انتوا عم تخترعوا هاي القصص؟ هاي القصص في شيء منها حقيقي ام كلها اختراعات وخيال؟ زي زق الباب، تسمعي صوت الباب، يعني كثير اغراض تصير غريبه تستغربيها. اشياء غريبه بالبيت كيف يعني؟ شو صار معكم؟ انا ما بخاف ابدا. طلعنا بالبلم، البلم هو بيحمل 10 اشخاص حطوا فيه 50 واحد. اوه، انتوا ربطتوا هاي القصص بالجن؟ ليش؟ أهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج Good News. نحن موجودين بألمانيا وضيوفي لليوم هن ثنائي اختصوا بمحتوى بيرفع الأدرينالين بالدم، محتوى بيحبه كتار وبيخاف منه كتار. بيعملوا فلوجات ومقالب عن حياتهم وبيتخللوا قصص من الرعب. بس يا ترى هل هي القصص حقيقية أم هي من وحي الخيال؟ هذا اللي رح نعرفه مع ضيوفنا خالد وسارة. بس قبل هيك ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي بالتعليقات إذا متحمسين للحلقة. اهلا وسهلا فيكم ساره وخالد، نورتوا برنامج Good News وشكرا على الاستضافه الحلوه. حبيبتي نورتي. اهلا وسهلا فيك، نورتينا وشرفتينا. يعني انا بدي اسالكم كثير لسه عن المحتوى وعن المانيا، بس بالبدايه خبروني كيف بلشت قصه الحب تبعيتكم؟ بصراحه القصه كانت معقده، لانه انا كنت فاتح لايف ما كنت اتوقع من هذا اللايف هاي البنت اللي كانت عم تحكي معي تكون زوجتي. ساره الى الان بتقول لي في ثانيه من الثواني قلت انه هذا راح يصير زوجي. يعني هي عم تحكي هالكلمة، اشرحي لهم القصة هاي، اشرحي لهم. ما بعرف كيف، اصلا انا ما بعرفه وشفت على الفيسبوك، ما كنا صحبي حتى، هو على كان على صفحة متشارك فيها ونحن عاملين لايكات، فكلكم بتصيروا بصير 100,000 واحد، كل واحد بيعمل بوست يعني. له ايه، فطلع بوشي ضغطت عليه، ما بعرف كيف حسيت شعور انه هيدا عايصير جوزك، بس رجع راح يعني ثانية واحدة بس ثانية واحدة، ففتت ضغطت عليه فلقيت واحدة عم تغلط عليه، فبس حبيت قل له انه في واحدة عم تغلط عليك وكان بدي اطلع، فهيك بعدين صرنا صحبة وصرنا نحكي مع بعض وتعرفنا واجا خطبني وتزوجنا. قدي اخذت فترة الخطبة والزواج بيناتكم؟ ما اخذت كتير، تقريبا 6 شهور. وتعرفتوا باي مدينة كنتوا؟ انا كنت بنفس المدينة هاي بس ببيتي القديم، وهي كانت بسويسرا. عشان هيك يمكن كمان يعني كان الزواج شوي اسرع من ما لازم يكون لانه الفراق، فتزوجنا لحتى نقعد مع بعض. واستقريتوا بألمانيا؟ ايه. طب خبرني هلا القصة، انت كيف اجيت على ألمانيا؟ يعني انا وصلت على تركيا وانا وجروب ما بعرف من وين تعرفت عليه بالباخرة، وطلعنا بالبلم، البلم هو بيحمل 10 اشخاص حطوا فيه 50 واحد. اوف، تندم على هاي الخطوة خالد انك اخذتها؟ هل بتقول مثلا هلا لو رجع فيك الزمن ما بتروح ولا بتسافر؟ الطريق اللي بصراحة هذا مستحيل اعيده بحياتي هو طريق مقدونيا، مشيت ومشي دولة كاملة مشيتها مشي، فرجلي هيك كان طالع بولين لما وصلت الفندق. اي والله للأسف الشديد. كيف كانت اللحظة لما وصلت خلص عرفت انه هذا الطريق خلص؟ والله شوفي راح لك شغلة، صحيح نحن كان هدفنا نوصل على أوروبا لحتى نأمن مستقبلنا، بس يعني هاي ما حد راح يفهمها غير للي يعيشها، يلي بيطلع برات بلده وبيبرد. يعني أنا قد ما بعمل هون مو بلدي، مع احترامي لبلد ألمانيا طبعا ما قصرت معنا، عملت لنا كل شيء يعني، بس لكن وكمان بغض النظر على اللي بيصير بسوريا، بس أنا عم بحكي كبلد بلدي، أنا بحس حالي شو ما بعمر هون ما بيزبط معي. بتفكر ترجع؟ طبعا إذا سوريا رجعت شوي تحسنت الأمور أنا حكون من أول الناس، لأنه بلدي سوريا أنا بحبها كتير دايما بقولها من أول الناس، وإذا يعني فتحوا سوريا للاستثمار رح أكون أول مستثمر فيها إن شاء الله. يعني عندك هذا الحنين والذكريات اللي ما تقدر تنساها؟ أنا بعشق شوارع سوريا مو بس سوريا.
انتوا هلا مبسوطين مرتاحين بعيشتكم بالمانيا؟ الحمد لله. والله انا مو مرتاح، انا نفسيا مو مرتاح، راح اكون صريح معك، ما راح اعمل جو مقابلات وما مقابلات، راح احكيك الصراحه. خبرني عن مشاعرك الحقيقيه. المانيا كلها اكتئاب باكتئاب. اوف اكتئاب من دون فيتامين دي وفيتامين سي ما بتعيشي. كادر التصوير بالمانيا بيعرف الحكي اللي عم بحكي. ايه انا عم باخذ فيتامينات، ما في شمس، تطلع شمس مره وبالسرعه، يعني بين ما نلبس لنطلع انا ومرتي واولادي نتشمس تطير تختفي وتتخبى ورا غيمه. اول مره اشوف الشمس سريعه بالمانيا، تمشي ورا الغيمه، الغيمه هيك عرفتي شو؟ شو بتعملوا بيومكم لحتى تطلعوا من هذا الشيء، تطلعوا من هذا الجو؟ نحن في الصبح بنحب نطلع نروح نشرب فنجان قهوه برا، نكزر ناخذ الاولاد نلعبهم، لانه لو بس تضلي بالبيت ما راح تتحملي، فبنحاول دائما نطلع نحن لحالنا نعمل لنا جو، يعني حتى لو ما في جو نحن نعمله، نطلع نجي نكزر هيك. خلينا نحكي عن صناعه المحتوى، انا شفت انه انت عندك 3 قنوات، فكيف عندك 3 قنوات؟ كيف بلشتهم؟ كيف بلشت بهذا المجال؟ ايوه، اول شيء صناعه المحتوى صناعه كثير سهله. تمام، والله جد عم حكيك. واي يوتيوبر حابب يبلش بس يروح يشتري كاميرا ويقدم الافكار اللي بمخه يعملها على نمط حركه بس. هاي رجعنا نقطه البدايه، رجعنا نقطه البدايه، كيف بلشت؟ بلشت انا انسان بحب اصور افكاري بس، هاي الفكره عم بخليها حركه وعم صورها للناس. مره بطلع مهبول، مره بطلع مجنون بنظر العالم طبعا، مره بطلع مبدع، مره بطلع كذا، لحتى تكون صوره محبه الناس لإلهم. هاي يعني انا هلا لاني احلى واحد لاني ابشع واحد، فالجمال ما له تقييم بهاي القصة، عرفت شلون؟ وماني غني وماني فقير، عادي، كنت أفرجيهم بس أفكاري شو عم فكر. مرة بعمل مقلب بسارة، مرة بعمل تجربة. بس هي عشوائيات خالد صح؟ إيه كل شيء كنت عم فكر فيه كنت عم صوره. طيب شو بتحكي عن محتوى تبعك هو شو؟ دراما. دراما. يعني صناعة شخصيات باختصار. يعني هذا الشخص هيك. هلا أنا مطلق عليه اسم الهيبة وعندي قناة باسم الهيبة فيها مليون. انه انا عم تقلد تيم حسن؟ لا لا هو عم يقلدني، انا عندي اسمه جد عم بحكي لسه بقناة خالد. اخترته يعني القصص الرعب تحديدا وقصص الجن، مع انه هذا المحتوى في عالم بتحبه وفي عالم كتير بتخاف منه، فليش اخترته هذا المحتوى؟ هذا السؤال حلو ودائما انسال عنه، حتى اغلب المتابعين يسالوني. بالنسبة لقصة الجن، شوفي انا كان عندي قناعة انه نحن ما لازم نخاف من اي شيء، وكان عندي رسالة بهذا المحتوى انه ما لازم تخاف من الجن. يعني انا اتخيل في متابعين كانوا ما بيقدروا يحضروا الحلقة يكتبوا بالتعليقات انه انا بس كنت عم بحضر حلقة على الصوت وحاطة ايدي على الشاشة. ليش؟ قال لانه خايفة من الجن مثل ما علموها قبل حسب شو معلمينا. فانا كان عندي رسالة انه الجن ما بيخوف ايه. والرسالة الثانية هو عن جد انا ما اخترت هذا المحتوى، هو اختارني، بلشت تصير اشياء عنا غريبة بالبيت وصورناها للناس والمتابعين. اشياء غريبة طبعاً بالبيت طبعا، نحن ضفنا دراما كرمال نحسس المشاهد شو عم نحس، عرفت شلون؟ من موسيقى، من كتير قصص. اشياء غريبة بالبيت كيف يعني؟ شو صار معكم؟ زي الباب، تسمعي صوت الباب، يعني كتير اغراض تصير غريبة تستغربيها، حتى نشوف منامات غريبة تحس حالك منك يعني ما حلمتي، وجع راس، يعني كتير اغراض تصير بهديك البيت. انتوا ربطتوا هاي القصص بالجن او يعني انتوا عارفين داخليا انه هاي قصص عاديه بس ربطتوها بالجن كرمال مثلا المشاهدات؟ هلا شوفي انا ما بكذب عليك، هي الموضوع كان يجيب مشاهدات، يعني اصلا اساسا اذا انا قلت للناس انا بكره ما بدي انزل فيديو عن الجن، انزل فيديو عادي، بهن قالوا لي نزلنا شو صار، يعني هذا طلب المتابعين، فانا قلت خلص وهو المطلوب، بدكم هيك بنزلكم هيك. وانا هلا صار لي 3 شهور مش عم نزل على اليوتيوب لانه عم اشتغل شويه بزنس، ومع ذلك الى هذا اليوم عم يجيني تعليقات شو صار معك؟ نزلنا فيديو عن الجن، يعني هن عم يطلبوا. انتوا عم تخترعوا هاي القصص؟ هاي القصص في شيء منها حقيقي ام كلها اختراعات وخيال؟ بصراحه شوفي الموضوع بدا حقيقي، بعدين نحن دخلنا فيه شويه دراما واضفنا عليه شويه موسيقى لحتى المشاهد بيحس نحن كيف هاي. يعني واحدة من الفيديوهات اللي حضرتها بقناة خالد مثلا كان انه واحد عم يجي بده يطلب مي، بعدين الشخص بيختفي وبيرجع، فمصرته مثلا هلا اذا دق الباب تفكروا مرتين مثلا مين برا الباب. على فكرة هاي الشغلة من امبارح صارت، والله العظيم هاي امبارح صارت، واحد دق الباب وما لقيناه، حتى حكيت مع رفيق قلت له انت، يعني لو بتحبي هلا فرجيك الدردشة، قلت له انت اللي دقيت؟ قال لي لا مو انا. يعني هاي ممكن ما تصير لانه رعب، ممكن تصير لانه واحد بده يزعجنا بس. صارت العالم كمان تيجي على بيوتنا، فلما تصوريها على اليوتيوب مع شويه موسيقى رعب
يصير موضوع جن، عرفتي؟ بس هو عن جد يكون في واحد تك تك ويهرب. هاي صارت الناس كمان زدت مثلا تعمل صور من بيتنا من الفيديوهات وزدت لنا يوم بالبيت تحت الباب. هاي صارت يعني معنا، صارت حتى العالم تخوف انه تجرب تخوفنا. انا في متابعين بيعرفوا من بيتي. لا. انا ما بخاف، ما بيعني لكم، انا ما بخاف ابدا. طب هلا شو عم تجهز اشياء اغاني جديده؟ والله هلا عندي غنية ان شاء الله يعني فيها نص الماني نص عربي، عم اشتغل عليها انا وشريكي ايفو دياب. انت كل الاغاني اللي عملتها قبل كانت عربيه؟ في اثنين نص الماني وهدول نجحوا الحمد لله. يعني هلا انا عم تفوت اكثر على المحتوى الالماني اذا عم تعمل اغاني المانيه؟ لا والله انا شريكي اللي بيغني معي متفقين انه نحن نغني دائما ديو يعني، وهو شوي عربيته مش كتير قوية. يعني هو عم يغني ألماني أو أنت عم تغني ألماني؟ بس أنا كمان مرة غنيت ألماني كمان، حسب يعني حسب الفكرة، حسب يعني مثلا نحن أغلب المواضيع اللي بنختارها حب، عرفت شلون؟ علما أنه أنا ما لي علاقة بالقصة كلها. ما عم تهدي كل الأغاني لسارة؟ زوجتي شيء أكبر من الأغاني. الله. طبعا مو غنية وهيك، مش حبيبة، هاي زوجة. أنا بالنسبة لي نحن تجاوزنا مرحلة العشق والحب وحتى الزواج، صرنا مرحلة رفقة تعلق. يلا دموع الفرح تنزل. طيب في سؤال نحن نسأله لكل ضيوفنا، لو عطيناكم 50 يورو قد ايه بتكفيكم؟ اشتري فيها علوك. والله. هلا 50 يورو بنروح بنشرب قهوة، ايه بناكل بوزة، بنجيب شيء للأولاد وبنرجع، يعني طلعت يوم واحد، ايه طلعة. طلعة. خلينا نروح لأول تحدي مجهزي لكم يا ونشوف مين بيعرف الثاني أكثر، وأسئلة سريعة. جاهزين؟ جاهزين. يلا بهي الفقرة رح نعمل مين بيعرف الثاني أكثر، وهي عبارة عن أسئلة سريعة. هلا اللي بتأخر بالإجابة رح يشرب من هذا العصير. أوكي. هذا العصير نحن عملناه هيك ميكس من فيمتو على بصل على توم على شو الله قدرنا بالمطبخ الحظ. فخلينا نشوف مين رح يشربه كله. أوكي. يلا أول سؤال عنا يا، كم عدد مشتركينكم على قناة اليوتيوب؟ 2 مليون فاصلة. الكل؟ إيه. توتال؟ 5 مليون. 5. بدك تشربي. اول فيديو على اليوتيوب كان بتاريخ قد ايه؟ اول فيديو نزلته ما بنعرف شو بنعمل. مينتكم كنت تشرب؟ 2016. امم. السنه كلها هي بدها التاريخ. شو هو تاريخ زواجكم؟ 28/8/2017. الو الو مو انتي كنتي عم تتغششي بالاول. هو عم ياخذ مني. شو هو تاريخ عيد ميلاد اطفالكم؟ حمزه 3/7/2018، هي 4/3/2022. شرب. انا حاسه انه هو عنده الثقه بالسرعه بس ما عنده الاجابه الصح. على فكره بعرف بس ما بقدر اجاوب بسرعه. السوشيال ميديا بتقرب الازواج او بتبعدهم؟ بعد. بتبعد. انت تاخرتي عليك. شو هلا ويت شو شو فاره متزوج فاره اشربي ساره ما بصير ما لا مو طيب يلا اللي بعدها. شو سبب اغلب خلافاتكم؟ التصوير. انا قبلك انت دائما الخلاف. اشرب. مين انا قبل انا ولا هي؟ انت انا واحد جاوبت. انت عم تشرب مثلي عشان عم تناقش. عم تشرب شاي مبدئيا بكون تشربوا اكثر لما تخلص الكاسه. حتخلص الاسئله وما خلصت الكاسه. اوكي. اول مره تقابلتوا فيها كانت وين؟ مطار زوريخ. اشرب. وانت شو ناطر؟ قولي زوريخ بسويسرا لا يعرف المشاهد. اغنيه ليلى كانت محققه كم عدد مشاهدات؟ 5 مليون. شو بخسرة الذكية على دوري؟ ماني ذكية بس أسرع منك. مين قال بحبك أول؟ جاوبت أما تسألي. يلا أنت ليش عم تشرب؟ أنا ما بعرف. أول هدية هلا من هلا الأسئلة تكون تشربوا 3/4 الكاسة. أول هدية جبتوها لبعض؟
تليفون. صحيح. كانت من مين؟ مني إله. شو كانت أول هدية أنت إلها؟ بصراحة ما بعرف أجيب هدايا، أنا بعطيها وهي بتروح تدخل. لا، رحت على زارا جبت لي قميص وجزدان وبلوزة، ورحت كلهم رحت بدلتهم لما عجبوني. شفتي ما بعرف، مرة واحدة قررت أروح أجيب هدية طلع كله غلط. أما بعدها خلاص صرت أنت تعطيها. شفتي بلوزة ختيرة؟ شفت القميص. معلم على اختلاف أذواق. تصبحي اشرب. خلصت الكاسة طلع لي هون حلقة. شو الأكلة المفضلة عند كل حدا فيكم؟ أنا كوسة بلبن. أنا ملفوف. تشرب خالد. أنت مين قالك تحكي عني؟ هي الإجابة لازم الأسرع. هي الإجابة من أسرع. أكلتي المفضلة كوسة بلبن. طيب شو المكان المفضل عند كل حدا فيكم؟ بيتي. كيف المكان؟ شو المكان؟ مكان شخص بحبه. أبو. أنا على الاستوديو تبعي كمان. شرب خالد. لا لا شفناك هيك، شفناك نحن والمتابعين. يلا حتخلص اللعبة، بدك تشرب أكثر. بشتكي على كاس عن جد وطلع ساعتين. وآخر سؤال، اللي حيتأخر هو بده يشرب كل العصير. شو هو حلم كل واحد فيكم؟ أنا حلمي أكون رجل أعمال كبير، بغير شيء بالمجتمع. نضل سوا ونضل مبسوطين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وعليكي، وأنت حتشربيها كلها وننهي الفقرة كلها. يلا. وأنا كمان. لا خلص أنت فزت. ضروري كلها. حاولي يلا ننهي الفقرة. وهيك هلا رحنا حنروح لفقرة صندوق الحظ ونشوف شو مخبي لكم تحديات. الله يستر. وصلنا لفقرة صندوق الحظ، وبهي الفقرة هي عبارة عن تحديات. كيفكم بالتمثيل والتقليد والغناء؟ مبدعين. يلا خلينا نشوف. اسحبوا ورقة. طبعا سارة ما بتعرف تقرأ عربي، لازم أقرأ لها لأنه هي بتقرأ ألماني. جاوب على السؤال الصعب. كنا عن موقف صعب مريتي فيه وبكيتي. لما حمزة كان بالمستشفى، لما ولد طب شهر السابع، هذا كان أصعب موقف عندي. ولدتي على بكير. إيه، وخلوه عندهم، فهذا كان أصعب موقف بحياتي بحسه. كانت ولادتك صعبة؟ ما كانت صعبة، كان إنه أخدوه وما أعرف عنه شيء. يعني هو كان بالإنتنسيف بالمعي شو بقوله له؟ العناية المشددة. العناية المشددة، فهذا كان أصعب أيام بحياتي هدول هني. واني اكثر مره بكيت فيها. الله يحمي لك حبيبتي. طيب خالد ننتقل لعندك. هلا هاي الورقه مكتوب فيها كونك بتحب التمثيل كثير مثلنا مشهد. انا صراحه انسان هادي ما بحب. بس كونك بتحب التمثيل كثير مثلنا مشهد، يعني انت بهاي الورقه، انت بهاي الورقه عم 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 تقولي بتحب التمثيل كثير. اول شيء كيف عرفت انه انا بحب التمثيل؟ انت خبرتنا قد بتحب التمثيل. انا انسان هادي يا جماعه، ليش انتوا اخذين عني نظره انه انا لازم اعصب؟ ليش؟ لا ليش اخذين عني نظرة انه انا بحب التمثيل؟ ليش 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 يا زلمة بلال التحدي، خلينا ننتقل للي بعده. تحدي الغنية من النغمة. تمام. هلا سارة بدك انت تحذري لخالد غنية وانت عم تنغمية تنغيم. حبيب الليلة حبيب الليلة ليلة. This my song. حلو. طيب دورك. حول هذه الجملة للألماني. انتظروا حلقة خالد وسارة في برنامج Good News. بارتت أوف دي الحلقة auf die Video. Wartet auf die Folge von Khalid und Sarah auf الآن News. Yes. Bravo. غني مقطع من غنية إلك بتحبها. راحت تقم
طش حطب حبل براسها وعقالها. بس ماني حافظ المشكلة ولا بارت. برافو عملت التحدي. يلا اللي بعد. بدك اختار يعني؟ ايه طبعا. يلا. اوه. شو؟ كيف تتصرف كل شخص فيكم اذا كيف بيتصرف كل شخص فيكم اذا صورت يوم كامل طلع الفيديو محروق او بلا صوت؟ حلوة هاي دائما تصير معنا. كيف تتصرفي لو صورنا فيديو وطلع الفيديو ما فيه صوت او محروق بعد ما خلصنا تصوير؟ بعصب. بالله جاوبي يعني. انت بتعصبي؟ ايه بعصب ينسم بدنا لانه التصوير بده الشغل يعني منعصب على حالنا انه كيف صار هيك. خالد شو بتعمل انت؟ هي بتعصب انت؟ انا بصراحة لو بعد ما خلص هيك بيطلع كل شيء محروق بنهبل مو بعصب. برجع افكر. إيه شغل شغل شغل. انتوا قبل عصبيين انتوا الاثنين معناتها. انا عن جد عصبي بس هادي يعني عصبي بالوقت اللي لازم اللي فجأة بنفجر فيه. هذا ما بعرف انت موعده. انا بس ببربس شوي يعني هيك اسمه بس ما انه بصرخ وبعيد بس ببربس انه ما كنت بتقدر تنتبه هيك وبس. انت اهدى. اوكي يلا دورك خالد. اوصفوا بعض بثلاث كلمات. طموح حنون كلمة ثالثة شو بتقولي عن خالد؟ طموح وحنون وعبقري. عبقري عن جد. وصفت حالك كده وصفها لسارة بثلاث كلمات. سارة إنسانة حنونة جدا يعني لا عن جد إنه بتحس بتحن زيادة عن اللزوم وروتينية. كيف يعني روتينية؟ إذا خلص تشرب قهوة بهذا المكان لازم كل يوم تشرب قهوة بهذا المكان. بتحب التجدد يعني بتحب دائما تشتري لبس يوميا اذا ما عندها مشكله. ايه شوبينج. طيب هلا المتابعين مجهزين لكم اسئله خلينا ننتقل لفقره اسئله المتابعين ونشوف شو بعتي لكم. يلا نحن جاهزين. نزلنا بوكس على السوشيال ميديا وطلبنا من المتابعين يكتبوا لكم شو عندهم لكم اسئله. اول سؤال عنا يا من جنى بتسالك كيف تراضي ساره بعد مقلب رعب؟ كيف براضي ساره بعد مقلب رعب؟ بصراحه حسب الوضع يعني اذا كان المقلب كتير قوي ممكن اقول لها خلص بكره لك مكافاه لك هديه هيك. كيف براضيك ساره شو بيعطيك هديه؟ حسب امرأة بقول لي روح جيب اللي بدك اياه أو رأب اللي بيعتذر يعني هيك حسب. أحيانا بعطيها الكرت إلا نو ليمت. نو ليمت. تروح هي بتعمل. فهي رضيانة بكل المقالب إذا هيك. إيه. عميل بعد. ميلا بتسألك رحت على دبي وعملت تجربة التابوت لمدة أكثر من 24 ساعة. احكي لنا عن هاي التجربة وشو كواليسها. أول شيء بصراحة أنا لما رحت عملت التجربة هاي كان عندي هدف إني أعملها 24 ساعة. لكن للأسف ما قدرت أكمل ظليت لحد 16 ساعة بين 12 ساعة و 16 ساعة ماني متذكر هي موجودة بالفيديو. أنا كنت واصل كاميرات تحت الأرض وكاميرات فوق الأرض كنا نشوف كل شيء. إيه وهن شايفين على الشاشة كنتوا معه يعني لحظة بلحظة. نعم يعني ما بدنا دقيقتين لحتى نطلعوا إذن. نعم وفي كمان جهاز توكي ووكي توكي ووكي توكي كرمال إذا حسيت بأي شيء دغري بحكي معهم. سارة كيف سمحتي لي اعمل هيك شيء؟ عاندته كثير بس بعرف اللي بيحطه براسه رح يعمل لو شو ما صار فبتضل تعاند خلص بمشي معه بس بشوف كيف بقدر ساعده وضليت يعني 24 ساعه قدامه يعني العالم تروح انا ما بروح ما بيسع ولا 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 شبر ابدا بضل عنده. بس طبعا ما بنصح حدا يعمل ابدا. واخر سؤال عنا يا من مهند بيقول لك شو سبب خلافك مع بيسان اسماعيل؟ انا بصراحه ما عندي خلاف مع بيسان اسماعيل. اللي بعرفه انه نحن كنا اصدقاء وصورنا مع بعض وهي جت على بيتي وانا رحت على بيتهم كمان بس اخر فتره يعني دخلت على الستوري اللي عندها لقيتها شيء عامله انفولو فقلت لها ثانك يو فور انفولو بس هذا اللي بعرف شو الاسباب ليش شايله انفولو مو بس بسنس ماين حتى نور ستارز كانت عملت لي فولو حكينا مع بعض فجاه عامله انفولو في كثير ناس في من دون سبب طبعا
مع اني ما بحب اذكر اسماء بس عادي يعني الموضوع طبيعي يعني ما في خلاف لانه هو واضح. كثير انبسطت معكم، شكرا كثير لكم وعلى استضافتكم الحلوه. اهلا وسهلا فيكي وتشرفنا فيك وانبسطنا لانه تعرفنا عليك اكثر كمان على الواقع. وان شاء الله المره الجايه تكون مقابله بدبي وانا كمان وان شاء الله بشوفكم دبي. وهيك متابعينا حلقتنا بتكون انتهت، ما تنسوا طبعا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لنا بالكومنتات اذا حبيتوا الحلقه، وانتظرونا بحلقات جديده ببرنامج جود نيوز. صامت ترجاك. هاي خلوني دمع بالمقابله يا ابا. كات كات كات. في بايت انت كان بدك تحكي بالمطبخ ذاته، انا بحاول اطلعه منك بس انت عم تعمل لي سكت. شو مو انت قلت لي بدي اخبرك عن التجاره، انا بتاجر بالحمير وبدي اخبرك عن مقاطع ما حدا بعرفه. الحمير هذا بمزح معي. ايش عرفني؟ يعني الموضوع مو موضوع. عفوا. ايه 3 انتوا بلشتوا؟